كملت بقية فقراتنا ويا الضيف الثاني بحلقة اليوم اللي هي موهبة من مواهب الأطفال العراقية المميزة وأيضا في عالم الإلقاء والوقوف على المسرح ويانا أفنان ووالدة أفنان وصبحكم الله بالخير ومنورينا. شكرا استاذ، الله يحفظك. صباح الله. شلونك افنان؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. طبعا مواهب الاطفال من الاشياء اللي احنا للاسف يعني مو نفتقدها بالعراق، لكن ما لها تشجيع وما لها نقول يعني تشجيع من الاهل في ابراز المواهب. فنريد نعرف يعني حضرتك كوالده افنان شنو الدور اللي سويتوه لابراز موهبتها؟ اول شيء احييكم وشكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. بالنسبه للمواهب استاذ، والله يعني انا اشوف اول دعم لاي موهبه بالانسان هي من الاهل، مهما المدرسه او البيت او العفو الاصدقاء، تبقى الدعم النفسي هو من الاهل. يعني اكو مواهب رسم، اكو مواهب شعر، اكو مواهب بس القاء مو شاعر، بس يحب يقف ويلقي ويخطب بالبيت، مرات وهم يلعبون تلقى الام يا اما صيح علي يا اما تحكي علي. انا اشوف هذا الشيء غلط، يعني بالعكس اصفق له واصوره، وحتى لو شيء بسيط، حتى لو رسمه بسيطه اعلقها على الحائط ورسمتك حلوه، فدعم نفسي يعتبر قبل ان يكون دعم موهبه. يعني تشجيعي. يعني الاهل لهم دور كبير 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 في تنميه المواهب. يعني صراحه نحييك احنا اكيد، ونتمنى من كل ام عراقيه، من كل اب عراقي يشجع اولاده، يشجع المواهب، او اللي يشوف اكو موهبه معينه بطفل معين ينميها. طبعا احنا نريد بالبدايه نسمع من افنانه ونريد نسلط الضوء على موهبتها. أفنان من كان عمرها، إذا أقول لك 3 سنوات يمكن تقول لي مبالغة، توضي الطفل يحكي 3 سنوات، بس هي من كان عمرها قبل 3 سنوات من تسمع أنشودة بالتلفزيون أو بأي مكان موبايل تغني وياها وتتحرك وكذا، فأنا انتبهت على هذا الشيء. وتحفظ بعض كلماتها، يعني مو شرط كل الأنشودة هي حافظة، لا أبدا، ما ممكن حافظة أنشودة ب3 سنوات، حافظة مقطع أو مقطعين. أنا وياها أنشد وياها، وتدري الطفل مع أمه بالبيت فعلا أنشد وياها بصوتها. يعني ضروري الام، انا اشوف دور الام كبير في كلمه اي موهبه، حتى لو ما عادها هي هذا الموهبه الام. يعني انا ما عندي موهبه الرسم، بس اجي ارسم ويا ابني عادي، انا اغني وياها بالبيت ونصفق وياها واصور لها وتعال اسمعي لي واني اسمع لك. زين نقدر نسمع شيء من ادها؟ نعم يلا يلا نريد نسمع منك يا افنان. لو يشكل قلبه هموما قد باتت فيه، تمحوها بسمة طفل حين نلاقيه، ما أجمله قلب يحمل هم أخيه، في العسر له يسر في الحزن يواسيه، كن عونا للناس دوما تنادينا خواطرنا. أجيال تحلم يوما بعلى الأوطان، وشباب يحمل أملا لبني الإنسان، نبني المجد لنرقى وليقوى البنيان، كن بالناس رحيما مد يد الإحسان، كن عونا للناس دوما تنادينا خواطرنا. خواطرنا. الله عصوتك. طبعا الموهبة أكيد بداية موهبة جميلة وبداية موهبة مميزة، بس احنا صراحة يحتاجنا تطوير لمهارات الأطفال بين فترة وأخرى. طبعا هاي أحد شارات الكرتون صح اللي تلقيها؟ هي شارة برنامج خواطر. برنامج خواطر معروف، برنامج خواطر اي أكيد. فهي هي طبعا حافظت على تقريبا كل شارات خواطر، كل شارات لأنها خواطر. تدري ليش؟ لأنها سهلة وما بها تكرار للمقطع. حلو. فهذا سهل، مو انه احيانا اكثر الاناشيد مقطع ونرجع نعيد اول مقطع ونرجع على المقطع الثاني، فحفظت هذني لانه سهله، يعني سرد انشوده وحده. الموضوع يعني هي خضعت لتدريب باكاديميه معينه؟ لا لا، بمعهد موسيقي؟ ليش؟ ابدا استاذه، هذا كلها بالبيت، هي انا وياها، يعني مجهود البيت. انا لهذا احيانا يعني اعتب، او يعني انه يعني في العراق ما عندنا ولا منشده عراقيه ولا مرشدة بنية.
الرجال ما شاء الله وكلهم أصوات جبارة وكلنا متابعينهم، نعرف كلنا المنشدين الكبار يعني الأسماء الكبار وحتى الواعدين يعني الآن احنا متابعين موضوع النشيد، بس أريد أشوف موهبة بنية طفلة عراقية ماكو. يعني احنا مو شرط جوز شارات كارتون ولا هاي الأمور، يعني احنا يحتاجيننا بالعراق موجود، بس كفيديو كليب طفلة عراقية ماكو. يعني احنا نسمع البنات من دول أخرى ونسمع لك نشوف كليبات البنات أخرى، يعني ليش احنا ما شاء الله تراثنا العراقي مليء، مقاماتنا العراقية حلوة، أصواتنا العراقية حلوة، يعني هذا احنا نموذج يمكن بسيط من البيت جاية، لو تلقي مثلا موزع زين وملحن زين يمكن هي طبقات الصوت انا ما اعرف، يمكن ذا يجي منشد هسه يقول عندها اخطاء واكيد عندها اخطاء. سؤال مهم، دور المدارس عفوا الى دور يشجع مثلا شجع افنان تلقي بالمدرسه اكتشفوا موهبتها، اكو امور تشجيعيه بالمدارس العراقيه لو كبقيه الاشياء؟ والله لا ضعيف يعني ضعيف. يعني عاده قبل احنا من كنا بالمدارس يصير مهرجان تطلع فلان قصيده فلان على الفطره خلينا نقول على البساطه وصفقوا له يلا مع السلامه، مو صحيح، ما عرفوا انه هذا عنده صوت عنده حس عنده وقفه قويه على المسرح، فراحت المواهب يعني كبرت وما عرفناها مع الاسف يعني. اي فدور الاهل انه يكتشفون مواهب اطفالهم، قلت لك ما بس النشيد ممكن انه رسم، حتى لو رسمه بسيطه يعني اعلقها واصورها. علمتيها شيء غير نقول الانشاد او الالقاء؟ هي ترسم، والله هي عندها رسم. ترسم؟ أي خلص بالحلقه الجايه ان شاء الله نسلط الضوء. بسيط رسمها بس عندها يعني الان انا اشجعها، يعني لو تدري ايش قد تكلفني اشتري لها الوان يعني هي سر من اسرار الله يخلي لك. اي بس شنو في سبيل انه اشغل وقتهم، يعني الاطفال اذا ما شغل وقتهم بالمفيد راح ينشغل وقتهم بالمو مفيد، صحيح بالمضر، يعني حتى حركه ويكسر ويسوي ويبكي ويري، فلا والله خلني اشغل يعني طالما هنا يعني بس قاعده وماكو ترفيه فخليهم بالبيت نستفاد من مواهبهم. الله يعينك يا رب. كلمتك الاخيره قبل ما نسمع ايضا شيء مقطع جديد الافنان ووراها نختم، بس نريد كلمتك توجهيها للاعلام للمسؤولين للمدارس لكافه الاشخاص بتنميه دور الطفل. بالضبط، انا اتمنى انه يعني اقعد هكذا في هذا منبر واشكر قناه سامره بصراحه، هي من لبت يعني نداءنا وطرقنا بابها وما بخلت علينا، واشكركم جدا، يعني مهم 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 انه تنمون المواهب. نبتدي من قناة سامر، يعني أفنان لو ألاقي هسا ملحن زين وموزع زين وتصوير فيديو كليب، شنو المانع نشوف فيديو كليب طفلة عراقية تنشد بلهجتنا؟ يعني الطفل عادة يعني تعلم بالتقليد، يقلد أمه يقلد أبوه يقلد أي أحد فعلي. فأنا إذا أقولها بنتي تعالي مثلا سوي كذا يمكن أوامر، بس تشوف إنشودة وفيديو كليب عراقي من بيوتنا من حدايقنا ما يكون له تأثير كبير على الطفل، فدور وسائل الإعلام. يعني احنا نحييك، دورنا نربي ونسوي، يعني واني اللي اقدر عليه سويته، بس ما اقدر اصور لها فيديو كليب، مو صحيح؟ صحيح. احييك كأم عراقيه بتشجيع ابنها، ونتمنى انت نموذج راقي، نتمنى ان كل او اكيد الامهات العراقيات بهم الخير والبركه، بس انت فعلا نموذج يحتذى به بالخير. ونريد نسمع منك اخر شيء افنان على مود قبل ما ننتقل لفقره اخرى، فايش حد سمعينه؟ لو شو ما بتأمر بيكفي فضل علينا بوجودة نحن بجنة، امي تكرم عينا لو شو ما بتأمر بيكفي فضل علينا بوجودة نحن بجنة، ما بقلا اف وما بدي ولا بقبل اتأخر عنا، راح إلا حاضر يا وردة أنا ما عندي أغلى منا، ما بقلا اف وما بدي ولا بقبل اتأخر عنا، راح إلا حاضر يا وردة أنا ما عندي أغلى منا، لا 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 إمي تكرم عينا لو شو ما بتأمرني بيك بيكفي فضل علينا بوجودة نحن بجنة. الله 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 يخلي لك الماما والله يخلي لك افنان يا رب، والله يخليكم البعض مثل ما يقولون. واللي عجبني بالموضوع انه عندها اتقان للهجه الشاميه، فالله يخلي لك الله يخلي لك اياها يا رب. استاذ بارك الله بكم، شكرا جزيلا، ونورتونا نورتونا وزارتنا البركه، وان شاء الله نشوفك نجمه من نجوم العراق والوطن العربي وعلى قناه سامراء ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم.